السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جالي تعليق كده بيقول لي بعد إذنك ممكن برنامج الأكسس اللي فيه الأكواد، فأنا مش عارف هل ده يقصد اللي هو ده اللي أنا بشتغل عليه اللي هو ده. عامة لو أنت تقصد دوت، أنا دلوقتي هسيب لك الرابط بتاعه أسفل الفيديو، تحمل الأكواد اللي أنا بشتغل فيها، لكن دي طبعا لا تمثل حوالي صفر على الشمال في المية من أكواد الأكسس كلها، يعني ده أنا بس أنا بشتغل منه. هسيب لك الرابط أسفل الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.